طب يعني صحيح كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم. الزنا مقصود به النظر أم اللمس أم السعي أم كذا أم الفاحشة في حد الله سبحانه وتعالى؟ هذه مقدمات الفاحشة، مقدمات الفاحشة لأنها تؤدي إليها. يعني المنوط به عذاب القبر ما هو في هذا؟ ارتكاب الفاحشة. ارتكاب الفاحشة. لكن يظل 20 سنة ينظر، هل هذه صغيرة؟ من؟ الرجل الذي يعني تعود على أن ينظر. يعني لا. لما هو يقول صغيرة. نعم. فبعد 20 سنة أما صارت كبيرة؟ ويقول تلك نظرة أولى هكذا. لا لا، النظرة الأولى عندما يرى أن امرأة قادمة في الطريق فيغض بصره عنها. لكن نظرة أولى ربع ساعة وثلث ساعة هذا رجل يعني استعبط، يعني استهبل. هذا رجل يعني أهبل. طب ومن وقع في الفاحشة؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويكثر من الحسنات ويدعو للولي الذي خانه هذا. يقام عليه الحد لابد؟ ليست هناك حدود في دول الإسلام الآن. ماذا يصنع لكي يكفر؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، يخلع عن الذنب، يندم على ما فات، يعزم على عدم العودة، يدعو لولي أمرها ويدعو بالهداية لنفسه ولغيره. لولي أمر من ارتكب معنا هذا طبعا. كيف يدعو لولي أمر؟ يعني ماذا يدعو لولي؟ يعني هو ولي أمرها صار له حقوق عنده لأنه خانه في عرضه. لا. لأن تزني بعشر من النساء خير لك من أن تزاني حريرة جارك، لأن الجار له حقوق أكبر. صحيح. فأصبح هناك إنسان له يعني حقوق. يقول لزوجها مثلا. لا يقول يدعو له، يدعو له بالخير خلف ظهره. يأتي الرجل يوم القيامة يطالبه بحقه. فالملائكة تعطيه هذه الحسنات نتيجة الدعوات والدعاء الذي قام به هذا الإنسان استغفارا لله عز وجل. يعني اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. إذا تاب من 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 فحشة الزنا، من فحشة الزنا يستثنى من عذاب القبر؟ يستثنى إن شاء الله. يستثنى إن شاء الله. والمرأة أيضا. نفس القضية. وأي كفرته توبة فقط؟ توبة. لا شيء أكثر من هذا. توبة إن شاء الله. أموال يعترف يتزوج. لا لا لا، التوبة.